مخاوف من انهيار القطاع الصحي مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ظل استمرار التنقل داخل وبين المناطق، فيما طالب جمهور واسع خلية الأزمة والجهات الصحية بتمديد حظر التجوال التام لكونه الخط الدفاعي الأول لمنع انتشار الفيروس. حاصدا أرواح الشباب هذه المرة، كورونا الفيروس بدأ يتنقل بين الفئات العمرية المتقدمة إلى دونها. شابان شقيقان راحا ضحية الفيروس، الأول بعمر 44 والآخر يصغره بسبعة أعوام. قائمة المصابين بكورونا التي بدأت بالعشرات تحولت إلى المئات في حصيلة يومية آخذة بالصعود والتقافز، وبمناطق البلاد المختلفة وبشقي العاصمة بغداد الكرخة والرصافة. جمهور واسع يدعم القرارات الطبية والحكومية بفرض حظر التجوال الذي يعد الخط المناعي الأول لإيقاف تمدد كورونا، وآخر يشكك ويدحض وجود الفيروس من الأساس. تقول الجهات الصحية إن ذلك يسبب إرباكا لعمل الفرق الطبية المرافقة للمصابين أثناء رحلة العلاج. مخاوف من انهيار النظام الصحي المتداعي من الأساس والمهمل على مر السنوات الماضية. هذه المخاوف تتجلى بتفشي الفيروس وإصابة أعداد أكبر، وتشكل ثقلا على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بعلاج المصابين، وتتضاعف مع إصابة الممرضين وأطباء من الجيش الأبيض أثناء تقديم العلاج للمرضى في الأيام الماضية. جابر جمال، قناة رشيد، الفضائية، بغداد.